السلام عليكم البنات. السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير. مرحبا بكم مع ليديليس دو جميله. اليوم حبيت نحضر معكم ان غوسيت تاع سردين كي دولمه مي مع شويه تاع الخضره، ندير هاكم ان طاجين. فوالا، باش نديروا هاد الوصفه لازم لنا دونك لي سردين. انا قطعت درنا نقيتهم وشرمت لهم، نحيت لهم كامل هذيك لي زاغيت وكامل. دونك جي ليزيمي كوم سا ودرت وحده في وحده. فوالا هكذايا. الوغ بوغ انفو سي دونك دي بيتي طوماط اون غوندال بور لا ديكوراسيون. حبيت ندير لها شويه تاع لي كاروت، طيبتهم ان بو دون لو كوم سا يكملوا نص طياب ويكملوا طياب الاخر مع لا صوص تاعنا تاع السردين. دي بيتي طوماط سوريز هكذا بور لا ديكوراسيون سي. الوغ انفو تاني دو لاي لا طوماط ماشي كونسونطري، لا طوماط صوص طوماط اون فادير، دي بيتي زوليف هكذا روج سي او شوا. و بور لي زيبيس لازم لي دونك دو سيل و دو هذا الكمون، البابريكا، الفلفل الكحل، وشويه تاع سكنجبير والكركمه. فوالا اي تو سا افيك ان بو دويل دوليف. بيان سور انا نخدم كو دو لويل دوليف، سا دون جو غو بور نوتر روسيت. فوالا حباباتي دوكا نبداو على بركه الله. فوالا حباباتي نبداو لا روسيت تاعنا. دون ان بروميي طون راني درت الطاجين تاعي، انا حبيت نطيبو فيه هذا الطاجين تاع الفخار. فوالا تجي طاجين الله الله ويطيب العقل سوغ ان بتي فو. درت الزيت تاعي ان بو دويل وندير هذيك لا طوماط صوص طوماط اون برومي، هي الاولى نديرها هكذا. نزيد هذيك الثوم ندير شويه تاع القزبر، ندير كو على موتي ولا موتي نخليه على فان دو لا كويسون. فوالا ندير غير شويه هكذا. ودوك ندير لي زيبيس تاعي. الوغ شوية تاع الملح هكذا، بابريكا، فلفل الكحل، جو كمون، كنجبير، ان بو جينجومبر هكذا، ونزيد لهم شويه تاع لو كركم هكذا. فوالا فوالا، نخليها لا طوماط تاعي هاد لاصوص طوماط تتقلى مع الثوم مع تو لي زيبيس واش درت لها هكذا. نخليها واحد 5 مينوت 5 à 10 مينوت، نغطيها عاودو نولو ليها تاع لوغ. فوالا حبيباتي، مني غلات لنا هذيك لاصوص طوماط تاعنا. فوالا هكذا، درك واش ندير؟ نبدا نحط السردين تاعي هكذا، نديرو ساير داير في الطاجين تاعي هكذا. فوالا هكذا، فوالا هكذايا.
باش نزيد له هذيك لي كاروت تاوعي اللي كنت طيبتهم نص طياب. هكذا نزيد له لي طوماط سوريس تاعي هكذا. هكذايا نزيد لها دي ترونش دو طوماط هكذا. حبيبة تاع الزيتون سا دونغا دو كو ابخي اختياري. اللي ما تحبش الزيتون ما ديرلوش، انا نحب نديرلو هكذايا يجي يعطيلو واحد البنة. الله الله هكذا فوالا. ونزيد له دي ترونش دو سيترون هكذا فوالا. فوالا نخليه يطيب واحد 15 مينوت ونعاودو نولو ليه. فوالا احباباتي نطلو على هذاك الطاجين تاعنا لا طاب. فوالا هاوليك سي بون، انا نطفي عليه. فوالا هاوليك كلش طاب الله الله. انا دوك نديرلو غير شويه تاع انتي بو الاصبر هكذا من الفوق، نمدلو البنة فوالا. يبا هذا هو الطاجين تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي يكون عجبتكم الوصفه. وإلى الملتقى، وما تنسونيش باللي لايك تاعكم ابوني اي بارطاجي مع الحباب والاصدقاء. والى حصه واحده اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته.